قل أهل الله يا أولادي إلو الرائحة، رائحة عطرية مسكية مش عارف بهدول شمامين بنعرفوا. كان صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يأتي لزوجاته، كان عنده زوجات متعددين أربعة، وكل وحدة من الأربع تتسابق على أختها تطيب أكثر من شان زوجها. عند النتيجة تشهد ريحة زوجها أطيب من الطيب اللي كان عندها. يوم من الأيام قالت له: يا فلان، ما لي أراك نتسابق نحن بالطيب ثم نشهد ونشم طيبك أجمل من طيبنا؟ قال: تعالي فأحكي لك. قالت له: نعم. قال: يوم الأيام صار معي شرك. قالت له: إيه؟ قال: رحت لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول شلحني وحطيت غراضي على العورة وأرالي بيده الشريفة على بطني وعلى ظهري، صار على أن يطلع أجمل من الطيب كله، من كل طيب.